ما بين ميزان. صباح الخير، صباح النور لكل مستمعي إذاعة الحياة فهم، إذاعة القيروان للصحة. تحية للي تبع فينا من خارج أرض الوطن على www.الحياة.فهم، برنامجكم ما بين ميزان اللي يجيكم في الوقيت هذا. وبالطبيعة مانيش وحدي، باش تكون حاضرة معايا مهندسة التصميم الداخلي إلهام بوحديدة. صباح النور. صباح الفل. صباح. الحمد لله. الحمد لله. أقرب لي شوية الميكرو يا إلهام. إيه. ده اليوم جبت لنا موضوع جديد ومتميز وهكا تحفون برشا، مش نحكيه على توسكي لوح وكيفاش نستغلوه في الدار. فبرشا عباد يقول لك معناها اللوح كيفاش ندخله في الدار، جوست هانو موبل هانو طاوله هانو اورلي. اللوح نجم نعملوا به برشا حاجات تاع ديكوراسيون هكا ولا ايه؟ اليوم ان شاء الله باش نحكيوا على توسكي ديكوراسيون بالبوا، اللي هو حاجه مزيانه على الاخر تعطي منظر مزيان. باش نلقاوه في برشا حاجات، في ديكوراسيون تاع الحيوت، في التي دو لي، في المير تي في، في برشا حاجات. وهنا باش نحكيو بالحاجه بالحاجه. وهو الهام هذا خارج طوندونس جديد لو حكا ولا حاجه ناتوريل من ناتور، ديما خارجه وديما مزيانه وديما تلقى فيها حاجات جديده وتنجم تتصرف فيها كيما انت تحب. الهام احنا ديما نقولوا شفت التوش نتاع الناتور، كل كسوا معناها نحطوا حاجه خضراء والا بوا ولا اي حاجه مستوحاه من الطبيعه، تعطيناك الجو نتاع الانتيميتي، الجو نتاع الراحه النفسيه. محلاها كي ندخل لداري نلقى كل شيء في بلاصته، كل شيء ممتاز. اصلا انا كي ندخل داري بالحق نحس نقول اتيان انا تو مش نرتاح ونرتاح على قاعده. اي هذيك علاش احنا اخترنا اليوم باش نحكيو على البوا سبيسيالمون لل الديكور نتاع الديار بطبيعه، زاده حتى في القهاوي، في كل شيء معناتها تنجم نستعملوا البوا. نبداو مثلا بالبوان الاولى اللي هما لي لاميلون بوا لي بانو، هذوما زاده مثلا نعملوا بهم الديكوراسيون تاع الحيوت، نعملوا بهم المور تي في، نعملوا بهم لي تي في. بطبيعه الهام جبت انا معاك تصور ديجا سيدا اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا، يتفرجوا فينا على الباج فيسبوك الحياه فامي، نجموا يشوفوا التصاور هذوما معانا. ديجا لي لاميل هكا بوند طويل محطوطه على الحيط، نجم تجي تحب تعملهم كلهم فرد طول والا واحده طويله واحده قصيره، تعمل جو مثلا نتاع ديليني بالبوا. في لي كولور مثلا نمشيو اكثر للالوان الفاتحه، البوا كلير الفونسي زيد نجمو نعملو بيه انت والديكغراداسيون نتاع لي كولور اللي تحب تخدم بها. معنى اوشوا هو ذا ولا الا مثلا نقولوا اذا كان حطيتو ميرال لازم نمشي بيان سور مع القاع، كيفاش لازم نختار مع القاع، والا هو يركب على اي حاجه. مثلا في الصالون نتاعك كان انت عندك الصاله نتاعك فاتحه نجم تعمل البوا اللون نتاعو فونسي. كان مثلا انت باش تعمل الصاله نتاعك الكولور نتاعها غامقين، نجمو نميلو مثلا للكولوراسيون نتاع البوا الفاتح الكلير. فهمت؟ وكل ما نشوفوا في التصاور هذوما دي زيكزامبل، نجمو نعملوا غوفيتمون ميورال، غوفيتمون لي بوتو للعرس. فهمت؟ هذوما هما نجمو زاد نزيدو توش نتاع كاش لوميير. كاش لوميير مثلا تالي يبداو يعطيو ضوء مزيان. هما ديجا في لي سالون ولا حتى ممكن تعمل شي معناه حيط كامل جوست مش تعمل نتاع التلفزه هكا ولا جوست الديكوراسيون نتاع التلفزه اللي تبدا دايره بالتلفزه هذيك تطلع حاجه مزيانه على الاخر. كيفاش نعمل حيط حيط كامل باش يولي شارجي، ناخذ مثلا حيط حيط قصير صغير معناه مش كبير برشا، وناخذ بارتي منه ونعمل فيها دي لاميل. تعمل فيها دي لاميل وتنجم زاده في بيت النوم تعملها تي دو لي. تي دو لي توليو يعملوا فيها برشا، مثلا الحيط التيلاني نتاع الفرش يحيروا برشا باش شنو باش يعملوه. البوا هو الفكره معناها مزيانه باش انك تعمل لي تي دو لي نتاعك. ديجا مودرن هذا ستيل نتاع تي دو لي انك معناها تعملو هكاك باللوح. الحاجه الاخرى نجمو تو نعملو لي موتيف هما اللي بالتكريش، نعدوما نعملو بهم ستيل الارابيسك، ستيل الباروك، يمشيو برشا في الحوايج الكلاسيك. قاعدة حاجة كما نقولوا تراديسيونيل وتقعد معانا الناس اللي تحب الحاجة القديمة وان بلوس تدخل عليها التوش مودرن نجمو نستعملو هذا اللي هو التكريش. معناها كل ديجا النجارة يمشي يفهمونا بالكدية، حتى الناس معناها الكبار يمشي يفهمونا اش معناها التكريش، انك تشد اللوحة وتزينها تكرشها، تختار الموتيف اللي انت تحب عليه وهما بالاباري نتاعهم في النجارة يطلعوا لك انت شنو تحب بالضبط. ياسر انت تنجم تقدم لهم الموديل اللي تحب عليه، معناها هما تجيب لهم الموتيف نتاعك اللي تحب عليه ويخدموه لك كيما هو. هذا ستيل ارابيسك. هذا ستيل ارابيسك يمشي برشا زاد، يعملوا به الطواول، يعملوا به الموبل مثلا تلقاها في بيت القعاد كما نقولوا المغربيه نتاع قبل، هذوما يعملوا
بلي موتيف هذوما. وبيان سور الهام احنا نشوفوا شنو اللي عندنا ليسباس شنو اللي عندنا على حسب ليسباس على حسب لي موبل، خاطر ديما نقولوا لازم تكون اون هارموني الحكايه، معناها مش معقول نجيب مثلا صالون تبدا مودرن جديده ونحط لها الارابيسك. لا دي بريفيرونس كل حاجه وستيل نتاعها. انا ذي حكيت مثلا سبيسيالمون على ستيل الارابيسك، يعني انت تحب تزيد توش نتاع حاجه تخرج شويه على الاوردينير مثلا، كي مش تعمل هو اكثر حاجه ماشي هو ستيل مودرن في عندنا نحنا معناها فهمت. هذوما اللي يحبوا يعملوا ماكوا كيما نقولوا نتاع قاعده عربي وكل شيء يميلوا للستيل هذا، دونك ننصحوهم باش يعملوا ستيل هذا على الارابيسك اللي هو اللوح المكرش هكا. ولا نشوفوا حاجه اخرى، حاجه اخرى بي مثلا تولينا نعملوا لي مولوخ لي كادغ بالبوا هذوما بالـ MDF فهمت، البوا بروت هذاك وهما يحكوه وتختار انت مثلا تعمل عليه البانتور اللي تحب عليها الكولور اللي انت تحب عليه. كما قاعدين نشوفوا فوالا لي كادر يبدا لي كادر فارغ اللي يحب حاجه سامبل ما نقعدش مثلا نعمل في بابي بان ولا نعمل في اي حاجه. هذوما دي كادر سامبل ومزيانين وسيغ ميزور انت تطلع الكادر اللي تحب عليه تطلع وبالديمونسيون اللي انت تحب عليها بيان سور. معناها لازمنا ديما نرجعوا لاهل الاختصاص اللي مش يركب لك البوا هذاك، معناها هو مش ينصحك ديجا خاطر هو عنده الخبره في المجال هذا. واحنا ديما نقولوا ما نشوفوش حاجه شفناها في الانترنت ولا شفناها عند حد ونحبوا نعملوا لها لابليكاسيون عن راهيزم بالحق تبدا الحكايه معناها فوالا انت ولا الميزور اللي عندك انت والحيط نتاعك كيفاش تحبوا يكون، تحب تعمل دي كادر كبار صغار لي فورم الكل به واضح يا الهام. شنو حاجه اخرى مثلا اللي يحب يعمل تعدي التصويره اللي بعدها السيباراسيون توا ما بين مثلا كيما نقولوا بيت نوم وبيت فطور بيت سالون والكوجينه، يعملوا سيباراسيون بالبوا وميم طون تبدا هي بيبليوتيك تحط فيها انت دي زيليمون ديكوراتيف هذه زاد بال MDF نعملوا بهم دينيش دي كادر سيباراسيون كل شيء تو كل شيء ماشي باللوح راه كل شيء ماشي باللوح. دونك لهنايا الهام اللي ما يحبش يكسر ما يحبش يبني ما يحبش يعمل حاجات يقول معناها انا ما عنديش انفستيسمون كبيره باش نعملها، دونك نجم نعمل سيباراسيون مش تكون باللوح ومزيانه برشا كما قاعدين نشوف في التصويره ديجا تو ابارامون سيباراسيون ما بين كويزين وصالون هكا ولا فما سيباراسيون الكوجينه ومثلا وبيت فطور ولا كوجينه والصالون تاعك من غير ما تقعد تهز في حيط تعمل سيباراسيون بالبوا هاني قلت لك. وديجا لهنا محلاهم فاست لينيش هذوما نحطوا فيهم اي حاجه ديكوراتيف ونجموا حتى هذوكم نجموا نبدلوهم بحاجات اخرى اذا كان قلقنا منهم نجموا كل مره تنجم تبدل ديجا تتنحى هي ماهيش صعيبه برشا. دونك هذوما التصاور اللي جبتهم لنا الهام. دونك حكينا اليوم على اللوح كيفاش نجم نستغلوه في الدار، خاطر احنا ديما تقعد فكره نتاعنا نتاع اللوح هانا معناها هاي معناها هذوكم هما الحاجات نعملوا بهم برشا ديكوراسيون حتى في الاكستيريور زيد البرا في الفيراندا في الجردان نجم حتى في الجردان بس حتى في البلافون يعملوا تو مثلا ما عادش يعملوا جبس يعملوا زيد بوا يعملوا مثلا الباركي تو في القاع تلقى حتى كان مش بوا راه التكستور نتاعو بوا فهمتي يبدا هو كغلاج يبدا لي في باركي معني خاطر ديما نقولوا احنا راي اي حاجه مستوحات من الطبيعه راهي مش تكون مزيانه مش تكون مزيانه. وحتى نبدا في السباس هذا نزيدوهم انتوش نتاع هكا حاجه دي بلونت هكا حاجه خضار حاجه خضار وتبدا ارتيفيسيال ديجا ما تقلقش معناها خاطر وفما لي بلونت دانتيريور هذوكم نجموا نستعملوهم في الدير نتاعنا بالطبيعه هذوك نجموا في كل كوان تلقى بلونت ديما الحاجه الخضراء حيه ومزينه مع الحوايج الناتوريل هذوما مع البوا مع لينيش هذوك زاد تنجم تحط فيهم دي بلونت ارتيفيسيل لي بلونت صغيرين هذوك زاد محلاهم. انت زاد حكيت لي حاجه الهام قلت لي فما كلوح اللي نلقاوها على البحر هذوك البوا فلوتي تسمى بوا فلوتي فوالا البوا فلوتي هذه حاجه من ناتور تلقاها مطيشه في البحر تلقاها مطيشه مثلا على ليلك فهمت اللي يحب يمشي يشوف. انا مثلا قلت لك خدمت به بروجي نتاعي في في ليسونس نتاعي وقلت لي طلعت مزيانه حاجه مشيت والله وقعدت نلم في لي بوا هم هكا عودة جويدين وانت تلم تعمل بهم يعملوا بهم لي لومب يعملوا بهم لي كادر يعملوا بهم برشا حاجات. نتذكر انا عملت واحده هكا لميتهم في بعضهم ولصقتهم وحطيت فيهم انبوبه وكي تشعل تعطي رفلي ما بين ما بين العرف نتاع هذوك معناها حتى انت وصغيراتك في الدار
تنجم تعمل بهم حتى اي نشاط. اللي يحب يعمل هكا حاجه تحب تعمل حاجه بالتوش انت نتاعك تنجم نلموهم هذوما ديجا موجودين من غير حتى مصروف. من غير حتى مصروف موجودين على الشط كل شيء تنجم تعملهم هكا تدخل لهم فازاتك الحبل وكل تنجم تحكهم شوي يرطب تنجم تدهنهم بالكولور اللي انت تحب عليه. ديجا لهنا هاي حاجه ايكونوميك جبت لنا حاجه ايكونوميك وفاسيل على الاخر ايكولوجيك اون ميم طون اي حاجه كما قلنا مستوحات ولا جايتنا من الطبيعه مش تطلع حاجه مزيانه برشا. شكرا ليك الهام عايشك. شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتابعوا فينا الحلقه ان شاء الله تلقوها بعد شويه على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه تفهم. شكرا لكم اعزائنا المستمعين نرجعوا لصباح الخير يا قيروان. ما بين ميزان.